الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور ولي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. نجم يكون كان بنا أخرى، مرحبا بالناس الكل معضلة الموجة علينا على 93.3 وإلا على التخوات www.alhayatfm.net. هكا احنا نرجعو لكم دائما كما كل اثنين حتى للجمعة من توا حتى للخمسة متاع العشية. إن شاء الله هكا ندخلوا لدياركم بالبركة بالمنفعة بالحاجات الحلوة بالفقرات المزيانة كما تعودتوا بينا. إن شاء الله فقرتنا باش تكون متنوعة ما بين التطيب، ما بين التشنشينة اللي باش تكون حاضرة، ما بين الربح اللي ديما 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 موجود أكيد. برشا كادوات يستناو فيكم كما كل يوم. دايوغ أيضا زادة أن غران ميرسي لتوكال اللي ديما مأمنتنا الحصة على تيلة شهر رمضان المبارك. بما أن إذاعة صحة ما نختاروكم كان الحاجة الصحية، الحاجة اللي تفيدكم، الحاجة البنينة، الحاجة اللي ما فيهاش مصبرات، والحاجة المختارة من أعز ما فما. أكيد كي نحكيو على توكال نحكيو على الأيدي التونسية اللي خدمتها، على الماكينات اللي أكيد صنعتها، على الحذاقة وعلى القدي والنظافة، نحكيو على برودوي تونسي 100%. نحكيو أكيد على هروش، نحكيو على طماطم الكوغكي، نحكيو على هريسة منارة الجربة، أكيد نحكيو على المعجون على كل ليون يا كريمة، أكيد من الأنواع الكل لي سافور الكل اللي تحبوهم. توكال ديما فهمتنا وفهمتنا الناس الكل. سينو ألوغ أن غران ميرسي قاعدين الناس اللي قاعدة تفرج علينا فيا فيسبوك وعلى الباج أوفيسيال متاعنا، قاعدة تشوف هالديكوراسيون المزيانة والحلوة والنحاسنا القروي اللي ديما ديما حاضر. ألوغ ساعة شكر كبير يوسف الصدفي اللي أمننا النحاس تيلة النصف الأول من شهر رمضان المعظم. شانجمون دو ديكوراسيون أكيد نشكر برشا مدام شهلة بالقاسم ويفا ديزاين على هالنحاس القروي المزين، النحاس المطروق، النحاس الأحمر، نحاسنا التقليدي. اللهم صلي على النبي مزين الاستوديو هكا باش نوصلكم الجو القيرواني وين ما كنتوا قاعدين بغوشوا تسمعوا فينا، والا قاعدين تسمعوا فينا من خارج اراضي الوطن هكا نوصلكم ريحه القروان. دايوغ قبل ما نقدموا ليكيب تحيه كبيره زاده اللي امنونا لي كادو للحصه، خاطر ابارتيغ من اليوم نسيت شنو نعملوا بوز هكا ونكلموا اذاعه الحياه فهم. اذاعه الحياه فهم ماهيش نسيتكم انت اللي تسمع فينا، اذاعه الحياه فهم ماهيش نسيتك بالكل، وتخمم فيك وتخمم اللي انت باش تعمل الحلو ابارتيغ من جمعه ثاني. الوغ اذاعه الحياه فهم ومشكور سمونا السوق يهدي لكم ان بون داشا قيمه 50 دينار للي تخمم باش تعمل الحلو، للي تخمم باش تشري معون جديد. اكيد الحياه فهم تعطيكم وقت امن لكم ان بون داشا قيمه 50 دينار. مازالوا لي كادو مازالوا فريق جي اس ام، زاد مامن لكم دي كادو، دي تابلت، دي فابلت، تليفونات، دي اكسسوار، كل شيء على ذوقكم الكل. اكيد ليكم الكل الناس اللي تسمعوا فينا. ايضا شكر كبير لفارما سيرين اللي مأملت لنا لي كادو. اللهم صل على النبي، موجودين في كنشوفوا قاعدين في الكاميرا يعطينا هكا لارج سهيل. فارما سيريز مأملت فارما سيرين مأملت لنا لي كادو في الاستوديو نتاعنا. الوغ كي نحكيو على فارما سيرين نحكيو على بيع المواد الطبيه وشبه الطبيه، نلقاوها في شارع ابراهيم ابن الاغلب في القيروان. اكيد تنجموا تدخلوا زاد على الانستغرام نتاعها تلقاو فارما سيرين، ولا على الفيسبوك فارما سيرين، بلان دارتيكل، ارتيكل دو مامون، ارتيكل دو بيبي. احنا عندنا دي كادو بور المامون وبور البيبي هكا من اهداء فارما سيرين اللي ديما ان شاء الله مأمنت لكم لي كادو. برشا كادوات ان شاء الله كنكونوا دخلنا لكم بالخير، دخلنا لكم بالبهجه، دخلنا لكم زاده بالافاده والحاجه البنينه. الوغ تحيه للاكيب اللي مأمنت لكم
للحصة لليوم. اليوم نحب نبدأ الحقيقة بشيف دو بلاتو اللي حصلت حرصا شديدا على الامبلاسمون المزيان هذايا والحطة الحلوة هذايا القروية مشكورة برشا 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 أنسة مامي اللي دائما دائما معانا في الاكيب. تحية هذه سبيسيالمون منا لك انت يا أنسة، خاطرك ديما واقفة على الاكيب. أن غران ميرسي، أن غران ميرسي أيضا لسهيل اللي قاعد يعمل لنا في الفازات الحلوة على الاكران. شاكر ايضا في الديجيتال زميلنا ايضا احمد المخلوفي في الاخراج التقني واخراج الحصه تقنيا، ومعكم نول بيجي من قدام الميكرو. الحمد لله نجي ما نجيش مع وحدي، نجي معايا اكيب كامله، فريق كامله من الحاضرين واللي ان شاء الله باش يونسوكم. عسلامة حمزه بشيخ. عسلامة نور، عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة الحياة فام. اليوم يا نور نهار 14 رمضان، اليوم ليلة النص، ليلة النص ليلة فضيلة، إن شاء الله كل عام وإحنا وأنتوما والكل حيين بالف خير. أمين يا ربي أمين. الليلة هذه يصيروا فيها برشا حاجات مزيانة على الأخر، تسبقها معناها حاجات تبين اللي معناها العيد قرب، وك الريحة بدأت تفوح أكثر، أك التجليات والحفلات والطهورات والمناسبات العزيزة الغالية، ومش يفوح مش تفوح ريحة الكسكسي اليوم زادة. فهمتني؟ برشا من تقاليدنا، من تقاليدنا برشا حاجات اليوم بالحق، من تقاليدنا ومن روحانيات وبرشا حاجات. واليوم مش تعيشوا معايا، خليكم برونشي على 93، مش تعيشوا معايا يا حكاية مزيانة 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 مزيانة، صندوق مش عجب بركة عسيلو، خليكم برونشي وبرشا جو برشا موسيقى، برشا جو برشا موسيقى. ولا عرفت عم تتن متاع العروي متاع العروي، يعطيك الصحة. فوالا جيت سبونتاني. مرحبا بيك يا شفامين. مرحبا نور، مرحبا حمزة، مرحبا سلاح. الليلة معروفة ليلة النص في القروان، مستنسين الحقيقة احنا بحاجات وعادة تقاليد. قبل نذكر نقط جدي رحمه كان يهزني معه مثلا السيد الصحبي يعملوا كالطهورات معناها اون بيبليك، نقولوا احنا طهورات معناها تكون فما لما وفما كسولمية وفما يا حسرة جو كبير، احنا يا حسرة يا حسرة، يا حسرة. كانوا يتلموا المدبية فما معناها يتقسموا بارتي يعملوا اذكار، بارتي يعملوا سولمية، بارتي ما كانش درج برشا الحزب زادة، كانت سلاميات، كانت سلاميات ويعملوا طهورات معناها العباد اللي تستحق. يا حسرة يا حسرة، نقولوا احنا ان شاء الله هكا يا مزمن ان شاء الله هكا راهم يعني مازال فما، مازال فما هكا تظاهرات. 27 27 يعملوا في التور الختان هذاك الجماعي توا، هما قبل كانوا ليلة النص، ليلة 27، ليلة المولد، كانت في اي مناسبه دينيه يحيروا الحاجات هذوما. صحيح صحيح. سينو كما العاده والعويد اليوم باش نعملوا كسكسي. الله 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 الله، أما يعني اما باش نعملوا كسكسي مش كما مستنسين بيه الحقيقه في القروان. تري بيان، كسكسي هكا باش نطلعوا بيه للجبل شوي. باش نهربوا بيه. خاطر شوفوا ولا محله بالحق، اليوم راهو غيالمون برشا من الناس باش طيب كسكسي. نعطيهم أستوس هكا أو حاجة تكون ديفيرونت على اللي يعملوا فيه بوتيتر. صحيح. ونعطيهم فكرة جديدة. سورتو الحقيقة رمضان صيام وكل ديما المعدة ما تقبلش الحاجات المزيتة، الحاجات المطمطمة برشا، نحاولوا احنا هكا نعملوا ليكيليبر، نعملوا ليكيليبر. بالضبط سيدي، مرحبا بيك ونستناو على أحر من جمر أكيد الغوسات نتاعنا في المالح هو الحلو. صلاح يا صلاح، يا مساء الفل ومساء البركة، مساء النفحات المنورين معانا طبعا الجميل حمزة والشيف المتألق دايما المبدع الشيف أمين، وطبعا النور طبعا يعني دايما متألقة كوكب كده أو نجمة دايما منورة في السماء. النهاردة يوم مميز جدا، أنا شايف ما شاء الله الطاولة أنت محضراها بالتراث والحاجات التقليدية عندكم النحاس في مصر عندنا جت الفرصة النحاس، يعني فما منطقة في مصر معروفة بالنحاس، خان الخليلي طبعا. أيوة. انزلي هناك تلاقي النحاسية هناك كبيرة جدا، فيها كل أنواع النحاس، النحاس الأحمر والأبيض جميع أنواع النحاس، وبيعملوا الأشكال الجميلة جدا. يعني أنا دايما تحف والأنتيكات والحاجات دي كلها موجودة هناك. أنا دايما يعني ممكن قلت الكلمة دي من زمان، القيروان بشم فيها ريحة مصر ومصر العتيقة العريقة. يعني السيدة نفيسة والسيدنا الحسين والسيدة زينب والموسكي وخان الخليلي هم كلهم اتجمعوا وجم هنا في القيروان. فيعني يا فرحة
فرحتكم بالقيروان فعلا والله. كل سنه وانتم طيبين والساده المستمعين اللي بيسمعونا بألف خير. والنهارده عندنا قصه جميله جدا ان شاء الله ومثل يعني هيعجبكم جدا ان شاء الله. حاجه بي يعطيك صحه صلاح وديما ديما معك شرفنا انه تكون بحدينا وتودنا بالحكايات. الوغ نذكركم ارقام الهواتف على ذمتكم 70 035 120. عندنا برشا كادوات استنى فيكم برشا كادوات. جوست انتم تكلموا واحنا نربحوكم. يعني انتم تطلبوا من غير مسابقه من غير حاجه يعني صعيبه. اكيد اللي يتكلم معنا واللي يدخل معنا في اكيب بنت رمضان مستحيل يخرج خاسر مستحيل. احنا اكيد باش نفرحوا بالناس الكل باش نكونوا مع الناس الكل. هذا حس العبد يا جماعه. هذا حس الرعد. انا نشارككم حتى حس الرعد في المباشر يا جماعه. يلا هكا احنا جونا ان شاء الله هكا ليله مباركه ندخلوا بالدياركم بالبهجه بالصلاه على النبي ان شاء الله نصوموا بالصحه ونفطروا بالصحه. هذه هي بنت رمضان. نعاود نذكركم بارقام الهواتف نتاعنا خاطر عندنا برشا كادوات تستنى فيكم 70 035 120 70 035 120. مرحبا بالناس الكل عضلت الموجة علينا. هذه هي بنت رمضان على الحياة فهمنا. جو الزيارة وجو التونسي حكا نواصل معكم بنت رمضان. ألوغ دائما لقيت هذايا تعفو وقيت التشنشينا وقيت التشنشينا تشنشينا. نعاود نذكركم اللي راهو كل على كل جمعه كل جمعه عندنا انتيغاجوزو. الوغ فوالا عندنا عطينا لارج شاكر اللي شوفوا عندنا اكل بول هذيك النحاس المزيانه اكيد من عند مدام شهله بالقاسم تلقى فيها لاسيمي الكل. فوالا حمزه هذيك البول فيها لاسيمي الكل اللي دخلوا معانا بيان سور وجاوبوا الاجابه تعرفوني الصحيحه ويربحوا معنا كادو من اهداء لفريقي جاسم او كادو من اهداء سمونا السوق بقيمه 50 دينار ولا كادو مزيان اكيد من اهداء فارما سيرين. الو اليوم تنجينتنا من عند حمزه بالشيخ واعطاني تشاشينا البارح انا طلعتها كنت ادها وادود نشوفوا انتم طلعوها ولا تنجينتنا تقول القبه قبه القبة قبة جامع ايوه والعنكوش عنكوش جمل عنكوش جمل عايش في جهنم ويبيع في العسل اكثر هذه تشنشينة معروفة مع لي اوفزن ديريكسيون تلفت اوفزن ديريكسيون تاع شاكر مثل ما حد شاكر مثل ما حد شاكر سهلة يا شاكر القبة قبة جامع والعنكوش عنكوش جمل عايش في جهنم ويبيع في العسل عايش في جهنم عايش في جهنم عرفتها سيفرون هكا هي كلمه واحده واكيد نحكيو على حاجه صنيعه ماهيش اخليقه. تنجموا تخليو الاجابات نتاعكم تحت البوبليكاسيون نتاعنا وين تلقاو تشنشنتنا كيما كل يوم على باج الحياه فام سور فيسبوك واكيد تنجموا تدخلوا للتيراج اوسو. هذه هي تشنشنتنا لليوم وقيد التشنشينا تشنشينا. الوغ التشنشينا سهلة واحنا اكيد مازلنا مكملين بالحاجات البنينة كي نحكيو حاجات بنينة ولينا توت سويت نقولوا ديما شيف امين وتو كالم سي بون تقرنوا ببعضهم زوز حاجات هذوما يعطيو حاجة بنينة برشا برشا. الوغ يلا توت سويت عندنا غوسيت تو كالم غوسيت تو كالم غوسيت تو كالم. شيف امين اليوم كما قلنا احنا ان شاء الله ليله النص العاده التونسيه او القيروانيه نسكن طيب الكسكسي هي تونسيه بحته معناها على كامل الولايات الجمهوريه كامل الولايات الجمهوريه اليوم المقفول وال كل اللي عنده نحاس المقفول الكسكس والكسكس شي يبداو يبقوا ويخدموا على رواحهم اليوم هاو ليله ليلتهم ليلة ليلة المقفول والكسكس. الوغ ليلة كيما قلنا الكسكسي ايوه اليوم باش نعملوا كسكسي مانيش مستانسين به شوية في قروان الحقيقة باش نعملوا كسكسي أزعر معناها كسكسي تسمى برزقان هو
هذه دوباز معناها سبيسياليتي كيف واز معناها دوريجين من كيف الكسكسي هذا والله يتصدق شيف به والله خلينا نحل بارونتيز خفيفه كيف بلاد مزيانه برشا برشا صحيح به وانا عشت فيها طفولتي في قرب تكا عويم من زمان كليت فيها الكسكسي هذي. والله يا احمد كليت فيها الكسكسي هذيا الازعر والغسيت لوج عليهم ما لقيتاش شفت سبحان الله والاقدار يجي شفامين مع جكار ويجيب لنا الغسيت هذي الو اسمه كسكسي هو تسمى برزجان برزجان اي برزجان ايوه هو البرزجان هذا معناه موجود في الشمال الغربي بين الكيف بين بيجا موجود في برشا ولايات معناها في تونس ما هو دوباز نقولوا احنا كيفي معناها كيف. اول اللي بدعوه هما الكافي علاش هي حكيته مزيانه ياسر قبل كي يجي ضيف للكيف تلمو معناها فما جينيروزيتي فما الكرم انهم يفرحوا بيه يعملوا له البرزجان هذا برزجان هذا يكون فيه معناها هما قبل دوباز يعملوا ياخذوا جيجو علوش معناها فخذ كامل ويعبيوه بالفرويساك بالتمر ما شاء الله خيرات ربي معناها فما اللي يعملوه بالقسطل قسطل يعملوه على الكانون وزيدوه للبرزجان بالطبيعه البرزجان هي ماده هي حاجه معناها هو اسم نومنكلاتور معناها تسميه اسم. تسميه واضح تسميه هي برزجان قلت لك موجود ديجا في المغرب موجود في الجزائر موجود في برشا معناها بلدان اخرين اما احنا شويه سبيسيفيك خاطر مثلا في الجزائر والمغرب يمشي سكري سالي اكثر من نتاع تونس يعملوا معاه صوص معناها بالسكر معناها صوص ترو سكري ولا يعملوا فيه العسل ولا احنا مش نعملوه اليوم هكا خفيف شويه مع سيام مع كذا خاطر هو الحقيقه هذه نتاع فطار مش نتاع خاطر قويه الكسكسي بصفه عامه راه عمره ما كان نتاع سيام صحيح ديما مش قال الفطر ماذا بينا حاجات خفيف وكل باش ما نقلقوش باش ما نسلمش حاجه ام نسيش على خاطر هالكسكسي برزقين هذا كل شيء هو كل شيء هو انا قبل كل شيء طيبوه الليله مش طيبوه زاد الليله هكا احكي له في الاوف بكري قبل ما نلعبش استدعى روحي بحذاكم والله قبل ما يحكي لي قلت له امين راه اليوم مش طيب كسكسي كذا كذا ركز انا معك مع الكسكس يا شيف النهارده بالذات بالحق عشان انا عاوز اتعلم اعمله بجد حاجه بنينه ان شاء الله بس قبل كل شيء اليوم باش نعملوا انتري هكا خفيفه باش نعملوا تابونات بشويه هروس نتاع تشكال بالطبيعه باش نحطوا ناخذوا رمكان ولا صحن نتاعنا التابنات نتاعنا باش يكون فيها زيتون اكحل ولا اخضر كل واحد شنو ينجم هو دو بريفيرونس يجي معاه الزيتون الاكحل باش نحيوها مع كابتين ونشوا يبداو سواء اون بواط ولا حاضرة هو جنرال مو اون بواط خاطر يبدا ملح وحاضر وكذا معهم شويه زيت زيتون نحطهم فوقك الهروس نتاعنا زيت زيتون هذه اونتري باش نحاولوا نعملوا كسكس الخفيف باش نعملوها احنا اونتري خاطر الكسكسي نتاعنا مش احمر وكسك احنا في قرون نحبوا كلم طمطم والاحمر وكذا انا باش نعملوا لونتري هذه لونتري هذا خيبيا منعوا بها حاجه حمر خيبيا دونك تو نتعداو لي زانغريديون تاع سي البرزقان نتاعنا باش نعملوا معناها نقولوا احنا تبسي الثمانيه من الناس معناها باش ناخذوا 800 غرام اللحم اللي هو براتيكمون باش يجي في حق جيجو نتاع علوش لحم علوش معناها باهي باش ناخذوا 500 غرام كسكسي كسكسي يكون فينو معناها يكون جويد نقولوا احنا جويد باش ناخذوا بوكي معناها عرشه لي قولوا احنا واحده كليب واحده كامله باش ناخذوا عود قرفه عود قرفه 100 غرام زبده 500 غرام حليب 500 غرام حليب مغارفتين زيت زيتونه بالنسبه للفاح باش نعملوا جوست ملح فلفل اكحل وكركم صار الفاح مش برشا اي الفاح ديجا هو دوباز معناها 90% من الفاح وبالكليل معناها باللي زرب سوفاج في العلوش الحقيقه ما يمشيش معاه الزعتر العود ما فماش ما يحطوش عود عود قرنفل تنجم تحط اي فوالا نفكرك حاجه فما عود تنجم ما عود قرنفل وقرفه يولوا حارين برشا حطينا قرفه حطينا ان باتون دو كانيل حطينا قرفه فوالا تري بيان بيه دونك قلنا الفاحات معناها باش يكون كركم ملح وفلفل اكحل وبالنسبه للغارنيتور معناها باش نزينوا به هو يقرب اكثر للمسفوف راهو جست مسفوف بالحم مسفوف بالحم يعني وطريقه ترتيب الحم مش كيما احنا مستنسين نطيبوا معناها نقليوا اللحم وكذا حتى ما نحرقوش لي زيتاب نخليهم شويه بشويه يا شيخ بالخطوه بالخطوه دوك باش نسحقوا بالنسبه للنجمو نحطوا فيه الفيكسيشي معناها
تين الشريحة، الشريحة الشريحة بنواحة في الكرموس في الابريكول مش ماش نجمو فما توليت هكا شوية مودرن في الكيوي والبنان هكا دي فرويسي جي. اما نمشيو احنا في التراديسيونيل اكثر ريزان بطبيعة نوار الزبيب الاكحل فما صغير وفما الكبير اللي يبدأ بالقلب باش نسحقوا كعبات دقلة دي نوايو تي معناها منحين القلب متاحهم باش نسحقوا شوية فرويسي كل قدير وقدر اللي يحب لوز اللي يحب نوازيت اللي يحب بندق اللي يحب كل واحد وشنو الحاجات اللي يحب يذوقهم دونك تعدل تو البريباراسيون باهي فما دو ميثود بالنسبه لتطيب اللحم باهي ساعه قبل ما نطيبوا اللحم باش نعملوا له مارينات باش نعملوا له كلفاح ناخذوا مثلا يا باش نعملوا احنا طروف معنا باش نقصوهم من اللحم ولا باش نحطوا طرف كامله اذا باش نقصوه نعملوا له مارينات وتبيع كركم ملح وفلفل اكحل ونحطوا معاهم طول الكليل الكليل طول اي ونغطيوهم بالماء وزيت فما زيت الزيت باش نسحقوا اكثر الكسكسي خاطر هو باش يغلي هذا مش باش يتقال الماء فما ماء اي باش نعملوا باش قلنا باش نغموه ديجا بالماء خاطر هذا معناه الكويسون تاعو مفيهوش تقليه باش يتغلى فهمت شو وصل معناه لي بيلوسيون مرحله الغليان بعد باش نوريو لي زيتاب بشويه بشويه دونك باش نعملوا الماريناد نتاعنا نجم ورا حتى نحطوا موتارد نجم الماريناد بالنسبه لفاح الحم كل واحد شنو يقول يحب يلقاه نبعدوا شويه على الفلفل الفلفل الاحمر ومشتقاته باش ما يعطينيش كولوراسيون خايبه في الكسكسي نتاعنا يجي احمر بالح يولي خايب شويه راح دونك نجم زيد قلت لك في الحم اذا باش نعملوها طرف كامله نحاولوا نشرحوها شويه نعملوا لها فاح نعملوا لها كل مساج البنين هذاك نزيدوا نحطوا فيها كالتروف الكليل هكا نغرسوهم نغرسوا شويه الكليل فيهم نحطوا شويه مثلا كعبه ثوم انجوز داي نرشقوها في وسط الجيجو ونجموا نطيبوها في الفور بالطبيعه بالنسبه للجيجو معنا نجموا نطيبوه في الفور ونجموا نطيبوه في ماء يغلي كيما نفس الميثود الاولى فهمتني اذا مش طيبوه في الفور يولي هكا شويه اورينتال اما اللحمه تجي هابيه وابن الحقيقه نغلفوها بالبابي كويسون نزيدو نعملوا لها الومنيوم هي قد ما تطيب نصور اللحم راه ديما هو البرزقان الصحيح يطيب في ماء يغلي اما انا قلت نعطي دو ميثود فما اللي يحب يحط لحمه كامله في الفوق حطها بطبيعه تطيب اني توصل مثلا تطيب مده ساعه ونص ساعتين غير ربع اما اللحمه كي تجبد عباره ما نعرفش تجبد في خبز سخون ملكوش عرف كنتي تجبد طرف اللحم يجي معاك والميثود الثاني اللي هي ديجا ما احنا مفوحين اللحم نغموه بالماء ونحطوه يغلي في معنا في البارتي اللوطانيه نتاع الكسكس نتاعنا كل 30 برسك من 30 25 دقيقه نعملوا اكت معنا عمليه تسمى ايكومي فما كل ديشي والجريس الوسخ نتاع اللحم وكل احنا اللي خرجوا كي يوصل مرحله الغليان هذاك نحاولوا نحيوه باللوج اي نصفيوا الوحده نتاعنا دونك هذه اللي تاب نتاع تطيب اللحم باش نتعديو تو لتطيب الكسكسي باش نخلطوا الكسكسي نتاعنا بطبيعه بشويه زيت زيتونه باش نحطوا فيها شويه ملح شويه فلفل اكحل هذه دوبلاش معناها في الكسكسي باش نحطوا معاه طروف القرفه انا كارت الكانيل هذيك القرفه ونعملوها بشويه ماء دافي نحلوه معنا نبثوه نقولوا احنا دونك هذه معناها توحتنا الكسكسي متاعنا بدا يتفور بريسك في وانا جينيرالمون فما اللي فور تفويره بركه فما اللي فور ثلاثه مرات نقولوا احنا في الثلاثه مرات ميتو ثلاثه مرات تعطي جو خير وتعطي معناها اليونيه يبدا الين الكسكسي وما يشربليش برشا من بعد من السقا باش نحطوا فيه شويه زبده احنا نقمروا هكا في نص الطيبه نتاعو باش نحطوا فيه شويه زبده نخليوها تذوب معاه بشويه بشويه دونك هذه توا ليتاب نتاع الكويسون كامله كملنا طيبنا الكسكسي نتاعنا باش ناخذوا كالتبسي البنين باش نشوفوا نحطوا معناها الكسكسي نزينوه بكعبات الدقله نزينوه بكعبات الفرويسيك فرويسي شي معناها بالفاكهه الشيح نتاعنا جينيرالمون فما اللي ياكلوه معناها يصبوا فيه الحليب وفما اللي يحطوا مثلا رايب ولا حليب مغلي معاها على جنب هو دو بريفيرونس تعمل لك رشة الحليب هذيك وباش تزين لي ترشوا على الكسكسي بالطبيعه نسقيوها بالحليب معناها احنا جينيرال مود احنا التقيه نتاعنا باش نسقيوه ديجا بالماء اللي طاب فيه الحمراء
انا سقيو شويه ديجا مش يستحق برشا سقا فهمتني فهمتك كان هذه سي الكسكسي نتاعنا سي بورزغين تحط في التبسي المزيان التبسي اه مش نزينوه بشويه كدقله بشويه شريحه بشويه زبيب نحطوا فيه شويه فرويسيك ونحطوا كل اللحمه المزيانه نتاعنا وسكر لي البرنامج اه الحقيقه قاعده والله معاك يا شيف في كل كلمه وفي كل كامل الاوصاف في كل وصف قاعد توصفه واحنا معاك الحقيقه هكا عيشوا اللحظه عشنا اللحظه نتصور برشا من متواسه تو اللي قاعدين من القراوه اللي قاعدين تو يفوروا في الكسكسي سيبهم شي بدلوا الديريكسيون يلزمهم يبدلوا يلزمهم خاطر بحق انا نتصورها حتى في رمضان والله شيف حلوه الايدي تتاكل بالحق ل 27 يعني مش ليله النص بلوتو حتى ل 27 علاش ليه اوريجينال نخرجوا من الكسكسي نتاعنا العادي من الاوريجينير صحيت حاجه بنينه تحلى في العين تتاكل الكبير مغذيه فيها برشا حاجات نحكيو على الشريحه نحكيو على اللحم على البروتين نحكيو على لي فروي سيك نحكيو على حتى على لي زيرب اروماتيك معناها الكليل والكل راهم صون معناها انتي كانسيروجين راهم معناها يعملوا اكسيداسيون في البدن راهم ينظفوا بصفه كبيره راه احنا ما نعرفوش هذه هو معناها نحكيو على حاجه بنينه برشا برشا على هذه الغوسيت نتاعنا المالحه اكيد في غوسيت توكال بعد شويه باش نعملوا اكيد بوز ونرجعوا للغوسيت نتاعنا الحلوه يندرش مخبينا الشيف اقعدوا معنا في الاستماع برشا برشا مفاجئات مازال تستنى فيكم نعاود نذكركم تنجموا تدخلوا معنا وتكلمونا على ارقام الهواتف نتاعنا 70 035 120 70 035 120 كان تحب على كادو اللي كنتي ولا للبامبينو امتاعك اكيد احنا نقدموه لكم من اهداء فارما سيرين كان زادة تحب تبدل المعون امتاعك وتاخو معون جديد بالنسبة بمناسبة العيد ولا ليلة 27 كيف نرجو لك ان بون داشاب بقيمة 50 دينار من اهداء سمونة القيروان ايضا زادة نجمو تدخلوا معنا وتربحوا كادو مزيان برشا برشا من اهداء الفريقي جي اس ام مرحبا بالناس الكل جوست ترتيحة صغيرة مع الموزيكا ورجعونا موزيكتنا التونسية توصلنا معكم للأربعة واثناش دقيقة مرحبا بالناس الكل معضلة موجتها علينا تشكال مزينتنا المحفل مزينتنا الاميسيون اكيد باش نمشيو بان شوية للغوسيت سكري في تشكال بالجودة والحرفية عرفناها بأيدي تونسية قديناها توا خبرة أكثر من 60 سنة منتوجنا تونسي 100% مختار من أعز ما فما من طماطم للغلة هذه هي تشكال تشكال فهمتنا الكل تشكال فهمتنا الكل بعد الكسكسي بالبرزجين برزجين مش كسكسي اسمه طول برزجين كسكسي بالبرزجين ماني ديك عارف من بك نسأل وقلوا يا اخي صحيح البرزجين ماتير يا اخي لا هي فما برزجين كيما اسمها هي العصيده اللي بالشكشوكه شنو تسمى باليدين هكا بزينه والله نسيت اسمها الحقيقة مش العيش لا كان تعرفوا الاسم تاعو اللي قاعدين تسمعوا فينا اكتبونا الاسم خاطر احنا كان ما طلعناهوش احنا احمد تعرف شنو اسمه العصيده اللي تبدا فيها شنو بالمرقه هذيك تقولها هي تقول لي بنزين اسمها ما نعرفش هكا ولا ولا حتى كان حد عنده خيار مخالف ولا يعرف التسمية نتاعها ينجم يكتب لنا على الباج اوفيسيال الوغ هذه تو ديريكتومون لوغ البرتقال والكسي البنين باش نمشيو توا تو سويت نعملوا حاجة سكري الشيف يعمل في الغشخش نتاعو مالا تعدى كيكة هي اش لقينا شيف حاجة ولا مازلنا لقينا شيء وانا لو كنت عرفت الاكل التونسي كله انا ما اعرفش حاجه خالص كليت البرتقال المفروض تقول لي الحاجات دي كلها ازاي والاسماء اسمعها مش تسمعك مش تسمع البنزين فوالا هاي الاجابه جبتنا من عند احمد لا بعد كده هستعين بصديق بقى اسمه البنزين تراه احمد اعطلنا شويه في الاكران البنزين ان بلا فوالا ليبي هو وتونسي زيدا كيفاش ولا فيها
الصوص وزيبيس اللي هي الشكشوكة. اي فلا الحملة نيو مكتوب لا لا فما شكون يعملوا بالارنب ولا بالدجاج صحيت فما زيد البازين السفيقسي فما برشا انواع نتاع بازين كما قلنا الوغ كي تقول بازين تقول غير مال العصيدة ولا فما زيد يا نور حاجة أخرى اسمها العيش اللي يعملوها بالشعير هي في العصيدة فهمت هذه كلها معناها كلها تعمل كعصيدة الفارينة وهي معناها عيش هذا يبدا شعير ويحطوا فوق الصوص اللي هو كشكشوكة ولا لحم ولا دجاج ولا ما نعرفش يقولوا له العيش 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 تري بيان هذه العيش انا محلاه بكتنا التونسيه محلاه هكا التسميت اللي عندنا يلا شوف مكملين مع الغوسيت الشكري يلا باش ندخلوا ندخلوا طول في لي زانغريديون باش نعملوا باناكوتا باناكوتا هو ان ديسير ايطاليان قبل يعملوها لي معناها يعملوها بنقولوا احنا الكراميل معناها تجي بريباراسيون خفيفه فيت في ما تشدش وقت جوست تسحق شويه وسعبال وكا شويه تكنيك صغيره جوست وسعبال بالنسبه احنا باش نعطيو تو لي زانغريديون الاربعه من الناس بيه هو الكل في حد ذاته معنا الباناكوتات تسحق 10 دقائق او محلاها او تو جوست معنا عملت الغوشيخ منظرها منظرها يا جماعه حمزه او شوفك شوفك المنظر جيلاتينوز مينا تريا حاجه واه هيك هي الفورمه ذيك راهي تعطيك في مو تجي تعملها في كيس ومن بعد تقلبها وش تحطه بالطبيعه المعجون تكال الدين باش نعوضوا بيه احنا ذاك الجلاساج نقولوا الجلاساج نبداو باللي زانغريديون تاعنا باش نسحقوا 60 سنتيلتر كريم ليكيد اللي هي ذيك قلنا عليها ديجا المره اللي فاتت تسمى كريم سوبيريور باش نسحقوا اشترحوا كمعجون بالطبيعه بالنسبه للجيلاتين نجمو ناخذوا اون فوي معناها اوراق جيلاتين ونجمو ناخذوا اون بودر المهم الكونتيتي تكون لو ان ديزيام معناها العشر ايوا نتاع الكريم احنا لهنا باش نخدموا ب 60 باش نسحقوا 6 غرامات جيلاتين جيلاتين ونلقاو نلقاو جيلاتين بارتو موجود اللي يخدموا في لي غران سيرفاس اللي يخدموا في معناها نقولوا احنا كل لي زيبيسري اللي يبيعوا الفحات وكل فهمتني اللي يخدموا ماتريال باتيسري بالطبيعه فوالا هما جينيرالمون برا يعملوها بجيلاتين جيلاتين صحيح اللي هو معناها باز دو بور حلوف احنا باش نعملوا جيلاتين فيجيتال هو حلال وما في حتى قلق معناها تري بيان اندستريال 100% شيف جوست قاعده نشوف اسكو سي فري لي بريباراسيون تاعها قبل ما نكملوا الانغريديون تقعد 4 اور و 35 دقيقه لا هذيك الرفرواديسمون مرحله خاطر هي ماي بريباراسيون جيلاتينوز جيلاتين باش يعطيني الكونسيستانس اللي حاجتي به يلزم وقت فهمتني خاطر الجيلاتين اذا باش نعملوه بالاوراق من بعد نعطي بريباراسيون خلينا في لي زانغريديون يلا انا مانيش ما نكس بيك يلا شيف دونك قلنا باش نسحقوا 60 سنتيلتر كريم ليكيد باش نسحقوا شرحوا كمعجون باش نسحقوا 6 غرامات جيلاتين اذا اون فو معناها اذا اوراق باش نسحقوا 3 اوراق واذا بالحكه باش نوزنوا 6 غرامات باش نسحقوا ساشي سكر فاني باش نعملوها حلوه برشا خاطر ديجا مع البرزقين ومع الشريحه وكذا رانا سي بون كثرنا لها من الكالوري دونك باش نبداو لي تابلو لا ناخذوا الكريمه نتاعنا نحطوها بالطبيعه في الكسرونه في معون باش نحطوها على النار نزيدوا معاها السكر ونوصلوها لمرحله الغليان معناها لازم توصل ليبوليسيون دوب ما تغلى تسكر عليها النار طول هي تبدا تغلي وانت تسكر عليها النار طول لي تاب الثانيه باش ناخذوا جيلاتين اذا باش نحطوه البودره هذيك خليوها تبرد شويه معناها تنقص من مرحله الغليان تولي توصل 60 درجه 50 درجه نحضوا جيلاتين اون بودر نتاعنا اذا باش ناخذوا جيلاتين اون فو معناها الورقه لازمنا رنخو في ماء بارد ومن بعد نعصروا ومن بعد نحطوا في وسط البريباراسيون نتاعنا ونقعدوا ندوروا لو فات ان نحطوا جيلاتين لازم نقعدوا نركضوا معناها ندوروا جونتيمون معناها شويه شويه بالفوي باش ما تكعبرليش خاطر مش كيما العصيده ريت الجيلاتين اللي فيه نتاعو باش يعمل نفس اللي فيه الفارينه كي نزيدوا الماء انا باش نحاول يكعبر لي بريباراسيون باش يعطيها كونسيستانت هذيك المزيانه البنينه تكون هكا طرية نقولوا احنا فهمت دونك يلزمني انا نحرك اذا بدات تكعبر لي شويه رجعها للنار طول اما نار هادي على الاخر ما لازمش تكون نار قويه خاطر تلصق الملوطه فسدت هي قلنا هذه تو لي تاب نتاع الجيلاتين مش نحط هذيك البريباراسيون تاعنا نحبوا احنا نحطوها في كيسان نحب نحطوها في ديمول كل واحد شنو يحب يحطها تنجم تحطها حتى في رامكان كبير
بعد تحطها في الطاولة، بعد في السهرية تعملوا عليها لما كاملة عائلة كاملة. دونك بريباراسيون هذه تقعد تبرد شوية، بعد نحطوها في الفريجيدير لمدة 4-6 سوايع. هذه حاجة الوحيدة اللي تبطى فيها هي. ولا معنى اللي معمل على الباناكوتا نحطها لها للسهرية، هي ديجا علش حضرها توا، هي ريت البريباراسيون اللي قلنا عليها معناها تاخذ 10 دقائق لفت باش تحطها توا مثلا 4 سوايع 9 متاع الليل تلقى 9 متاع الليل تلقى 9 متاع الليل تبدا فهمتني الدسر نتاعك حاضر جو بالعشرة تزيد تدلل روحك ومالو اسيدي باش نحطوا هكا شويه كيكولي من المعجون الفريز نتاعك قال بيان سور وباش ناكلوا صحة وبشفاء بالصحة وبشفاء. قول انت بقى ما انت اللي بتعمل والله يا جماعة تتحط في قاعدة نشوف حتى في ديزيدي ديزاسوس كيف تنجم يعني تتحط في غامكان هكا باللار في حاجات حلوة هكا عندها افي بنين برشا برشا لو تعطي افي بشفاء هكا كل جيلاتين مع كل فوالا كل المعجون اللي هابت من فوق نجمو نزيدو فوقهم كعبت غلة شيخنا تساور باش نزينو بيهم من فوق حاجة تعمل 66 كيف كما العادة احنا نودكم ولا نشهديكم وديما تكال حاضرة معنا أتك صحة بحق شيف اليوم أبدعت أنا أبدعت اليوم اليوم بحق أبدعت في الريسيت المزيانة وإن شاء الله هكا نكون أعطيناكم فكرة على شنو تنجموا تعملوا بالنسبة لليوم غسات تكال بقيت هذي دائما نعملو ترتيحة ميزيكال والموزيكا امتعنا مش تجي من استوديو بيدو من فينا هكا مش نوصلكم الجو التونسي الجو القروي وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا بما انه ليلة النص ان شاء الله يا ربي يجعلها بركة على الناس الكل ان شاء الله ربي يجعلها بركة على تونس وعلى الناس الكل اللي قاعدة هكا طالبة ايدها للخير ومعاملة هكا على الخير ان شاء الله يا ربي يجعل ايامتنا الكل خير سينو احنا هكا تسويت باش نكونوا معاكم بالجو التونسي وحمزة بالشيخ دائما الله انت النهارده يوم استثناء يا حمزه النهارده ليله النصف ويوم استثنائي برشا امبيونس وبرشا قرع البندير والطبول وكذا والحفلات والدنيا شغل الطياره واكلع وتوكل على الله وابدعنا يا ليلة يا ليلة يا ليلة جيتك بلا زاد يا ليلة جيتك بلا زاد حفيان وراسي مواطي واللي يقصد حرم الأجواد يربح وما هوش خاطي للا 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 أنا يا للا أنا للا 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 أنا يا للا أنا للا 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 أنا يا يا للا كون معنا يا للا ويا للا شيء في حيني أطلق لك الشرحية تحت الجنة الجديد ربع ويشل النوفية ويا للا شيء في حيني أطلق لك الشرحية تحت الجنة الجديد ربع ويشل النوفية Oh.
الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. ربي فضلك أمول أنا مش قادر أعمل حاجة بقى سامحني مش حافظ ومش عارف أقول إيه. يحفظوا فيك جماعة إن شاء الله هكا كيما الشيف عامل هكا كغني تدغيس من هنا الأخر رمضان من لبسات اللي حضرهم لنا تعبين نور 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 أذي نتصور حافظها شيف ترى معايا شيف مولاي صلي وسلم دائما أبدا صلاة الله عليه الصلاة والسلام عليه. صلي ما طلعتني زعلان وخليتني اغني معاك برضه حبيبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق يعطيكم صحة على الامبيونس المزيانة. الجماعة اللي قاعدين يتفرجوا فينا او يسمعوا فينا اعطينا شكر لارج. انا قاعدة نشوف في بشيفة مساعة الجماعة اللي قاعدين يتفرجوا فينا فيا ويب كام تبارك الله واحد لا مصلي يعني في الساعة جونا حفلي وعال العال. ألوغ بالنسبة للناس اللي قاعدة تتفرج علينا أنتم تراو في ديكوراسيون اللي استوديو نتاعنا ما شاء الله يطل على الشارع القيرويني. قاعدة من بكري نلاحظ اللي برشا خاطر احنا توا نورمالمون كي تتعداو كي تتعديو تنجموا تتفرجوا فينا لو تتفرجوا فينا من الشارع تنجموا تشوفوا مينو هكا الاجواء اكيد برشا برشا محبه من عند الناس الكل. هذي اللي لاحظتوا ديجا حتى من المجموعه فما شكون قاعد يبيبينا من خارج الاستوديو الوغ قاعدين نشوفوا شوفوا فيكم يا جماعة اللي قاعدين بالحق يتعديوا يسلموا علينا العبيد اللي هكا تشوف في استوديو الحياة. احنا رانا نحبوا نوصلوا لكم الجو حتى وانتم متعدين في اكراهبكم تحبوا تتعديوا تشوفوا جو الحياة افهم في الشارع اكيد واقف في الاستوديو تتعديوا من 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 الشارع تلقاونا هكا اكيب كامل تنجموا تشوفوا بما انه استوديو باللار وتنجموا تشوفوا الاجواء القيروانيه ان شاء الله هكا توصلكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا وراهي توصل لنا التحيه راهي وصلت لنا راهو كلامكم الحلو بالحق مغطسنا كل يوم بالحاجات الحلوه اللي جينا من عندكم راهي حاجه مزينه برشا 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 الحقيقه. نشكركم برشا 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 على المتابعه وعلى الكلام المزيان وعلى التهاني والحاجات الحلوه اللي توصلنا من عندكم. هكا احنا الاجواء القيروانيه معكم في بنت رمضان مازالت متواصله. بعد شويه ما ننساوش عندنا صندوق عجب والحكايات المزيانه اللي باش يخرج لنا من صندوق العجب حمزه بالشيخ سينو مع صلاح ايضا باش يكون فما المفاجات. ما تنساوش تنجموا تدخلوا معنا وتربحوا كادوات مزيانة 70-035-120 مرحبا بالناس الكل. بعد شوية تستناو موجز الأنباء وإحنا مكملين معكم حتى للخمسة. ريحة البلاد ومحمد الجموسي إن شاء الله توصلكم هكا ريحة البلاد وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا يا جماعة هكا إن شاء الله ريحة رمضان معطرة في البيوت بالبركة وبالصلاة على النبي الحبيب. إحنا يلا مازلنا مكملين معكم لقية هذيا تستناو صندوق العجيب بالعجيب الكل اللي اتجينا من عند حمزة بالشيخ تسويت في صندوق عجب. صندوق عجب صندوق عجب سي حمزة دائما مخبينا الحكايات في الصندوق. شعنا اليوم في الصندوق أي عسلمتكم اليوم شدوا لي رواحكم ما تيحوش شوية حتى أنا اليوم عندي دبارة. أيوة اليوم عندي دبارة اسمها دبارة الموروث. الموروث دبارة الموروث نور. اليوم باش نحكيو على موروث غذائي في تونس وقلت على شليه في سيدي رمضان معناها الحاجة هذه نستعملوها برشا اللي هي الخبز. الخبز بيه قلنا لهنا خرجنا أكثر من 23 نوع من الخبز التونسي. والله مثلا يعني بما ما نستغربش ومازال أكثر التونسي والخبز
قسم. وانا باش نحكي لك، انا توا باش نحكي لك شنو هي علاقه التونسي بالاسم هذا، وقتاش اول خبزه معناها تعملت، وقتاش شكون وشكون العباد اللي عملوها وكل شيء. سي تري بيان. قلنا لهنا التونسي قلنا عنده علاقه كبيره بالخبز، تلقاه مسكين كيما نقولوا نهار كل يجري ورا الخبزه ليل ونهار. الخبزه مره كيما يقولوا، برشا مناطق في تونس نجم نلقاو فيها نفس النوع بتاع الخبز، لكن كل بلاد اشي يسميوها كما قلنا بكري. صحيح. اول نوع بتاع الخبز في تونس بالطبيعة هي الطابونة. شكون ما يعرفش الطابونة؟ صحيح. الطابونة عندها برشا مسميات، يسميوها الاسم اللي يدور في بعض المناطق التونسية يقولوا لها الجوجة. الجوجة. ولا كيما يسميوه في مناطق اخرى الخبز هذاك يسميوه الجردقة. الجردقة ايه صح. إيه الطابونة ماهوش خبز جديد علينا، ماهيش حاجة جديدة راهي نتاع 50 عام ولا 100 عام ولا أيوا. إيه في كرتاج، في كرتاج في الفترة البونيقية كانوا يطيبوا في الطابونة لهنا، ذاك علاش استخرجوا تصويرة قديمة في الحفريات، يلقاو مرأة تحمي في الطابونة وبجنبها ولدها الصغير قاعد يلوج على حاجة، مش نعرفوها شنية الحاجة يلوج عليها. أيوة ولدها الصغير. أيوة شوقتني حمزة. أيوة أنا توك كل كونسنتراسيون معاك. قلنا لقينا التمثال هذا يرجع القرن السادس قبل المسيح، فيه مرأة طيب في طابونة وولدها الصغير بجنبها يستنى في القرصة. القرصة. القرصة شنية؟ القرصة يسميوها في المناطق قرصة ويسميوها الجابور. الجابور هو اكل الخبزه الصغيره هذيك اللي تطيب مع اكل الجريده في الكل، كيما الفطيره وبنيتها. صحيح. بنيت الخبزه هذيك يتسمى. أيوة. الجابور. واضحه. به به. والجابور هو اكل الخبيزه الصغيره اللي يعملوها للصغار. أيوة. وعاده هيك الجابور يغوروا عليه الكبار، ساعات يولي فيه العسل كيما نقولوا. صحيح. نجيو توا الخبز الغني يا سيدي، وما ادراك ما الغني. ها يا سيدي اللي يسميوه، ثم شكون يسميه خبز الطاجين. وجميع الانواع هذه يسميوها الكلها خبز الطاجين ولا خبز الغني. ونلقاو فيهم خبز المطاليع، هذه حاجه. الخبزه تتسمى مطلوعه والجمعه نتاعها تولي مطاليع. عاده المطاليع يا نور الطيب بسميت، وتوا في وقتنا كي تبدلت الامور ولات اسرع الخميره باش تتخمر فيه، ساعة كل شيء يعملوها بالفارينه. نجيو تو المشتقات المطاليه، الخبز اللي مثلا يعملوا به الشباتي. نلقاو زيد خبز الطاجين، خبز الغني، كسره الغني، هذه كلها اسماء. اسماء معناها شنو يسميوها الخبز؟ به الكسره المخمره، في سجنان يسميوها الكسره المخمره. في سجنين مثلا زاد اسم اخر يسميوه المسحوحه. المسحوحه اسمها المسحوحه. وفي بوزيد يسميوها كسره فطير. كسره فطير. باهي تو نجيو القرقنه، تذكرش البارح قلت لك راه قرقنه، حكيت على القرقنه قلت لك غدا باش نجيب لك حكايه من القرقنه والخبز وكل شيء. باهي في قرقنه عندهم خبز خاص بهم هما، كي تراه تقول هذا راهو قرقني 100% اللي هو القاليت. القاليت. القاليت انتشر في برشا بلايص. القاليت خبز يطيب حتى لين يولي يابس برشا، ويستعملوه عاده في سفيق سوق قرقنه باش ياكلوا به المرقه. وراي المرقه عندهم على البكبكه. والمرقه لهنا، والمرقه لهنا يا نور مش المرقه اللي نعرفها، هما عندهم مرقه كالشوربه. يغطسوا فيها القاليت هذاك فهمتني، وياكلوها كل شيء. قبل كانوا البحارة يعديوا برشا أيامات في البحر، وكانوا قبل ما يمشيوا يشريوا المونة متاعهم اللي تتسمى السبيسة. الأيامات اللي يعديوها ذيك يقولوا لها يمشيوا للسبيسة، يهزوا معهم القاليت ويهزوا معهم برشا حاجات. من جملة معنى الحاجات هذه قلنا القاليت معنى. به ثم خبز آخر اسمه خبز الفيتورة. الفيتورة. خبز الفيتورة هذي ريتك المطالع الطاليع اللي قلت لك عليهم، اللي يتيبوا في الغني واللي يتيبوا في الواحد هذاك في الطابونة. في الطابونة مش طابونة، في الغنية هذاك. خبز هذا يزيدوه الفيتورة. الفيتورة متاع الزيتون. الزيتون. الزيتون بعد ما يعصروه كل شيء. أكل الواحد نتاعو اللب نتاعو فهمتني، يحطوه لك الكسرة هذيك ويفطروها ويحطوها ويعملوا بها الخبز هذاك، يسميوه خبز الفيتورة. الفيتورة. وبالأحرى في بعض المناطق في الأحواز يسميوه خبز الملبى.
الملبة. أي. الملبة هذيك أكل الخارجة هذيك من الزيتون يقولوا لها الملبة. الخبز هذا يعملوه بالفيتورة متاع زيت زيتونة بعد ما يعصروه توسع يحكينا عليه به. توا نجيو للغرايف. الغرايف. يا سيدي الغرايف. خلينا نسمع بيهم. الغرايف هذه نور كي كيما تقول سفنج. لا كيما تبقي كيما تقول سفنج طاير جويده طاير جويده وكيما الكريب معناها اللي عندنا نحن جست تحط ليكيد وكل شيء كيما البانكيكس كيما البانكيكس فما كريب دو سارازان هي عاملينها تو في فرنسا وضاربه هي دوباز معناها يعملوها بنوع السرازان ونوع متاع بلي نعم هذه هي عنا رسيت عنا رسيت القديمة غير ما مش مستغلة مليحة حتى في الجزائر يا نور كيفنا زادة يسميوها غرايف ونمشي معاك لبعيد زادة حتى في سوريا اخذوها من عنا العجنة هذيك وكل طريقة متاع تحذيرها وكل شيء ويسميوها في سوريا اقطايف اقطايف كما نحن كالقطايف كاللي نعرفوها حاجة أخرى هما في سوريا يسميوها القطايف به وهالغرايف هذه عادة يأكلوها الصباح يحطوا فوقها زيت زيتونة وعسل وسكر وإلا زبدة وعسل هانو كل قدير وقدر اللي عنده زيت زيتونة يحط زيت زيتونة وسكر واللي عنده العسل يحط العسل وهذه لكلة تونسية أصلية وأمازيغية وبالأمازيغي يقولوا لها تغريفت على الغرايف يقولوا لها تغريفت تغريفت هيا نجيو توا خبز الرخصة الرخصيس الرخصيس به الخبز هذا معروف في دوز وعادة الخبز هذا يتعمل بلاش خميرة هذاك علاش يبدا يابس شوية خبز كشكارة منتشر أكثر في باجة وتبرسق نجيو توا توا باش نحكيو على بلادنا خليتها للاخر انا الخبز القروي ما ادراك يا سيدي نجيو توا القروان نعرفوا عاد ما ادراك ما الشواي وش الشواي وكل شيء كاين نوع في القروان برك صحيح انا برشا في القروان القروان فما خبز معروف معروفين به نحن اللي هو الشواي ما نصورش فما كفتاجي ما يستعملش الشواي يقولوا سر بنت الكفتاجي راهي في الشواي خبز الصينيه شكون ما يعرفش خبز الصينية؟ شكون ما يعرفش خبز الميدة؟ الميدة مخدوم بالسميد وكل يبدا مرشوش من فوق بالسميد. خبز الميدة أنا هو باللي خلنا مش من البصل. الخبز يبدا عالي عالي شوية يبدا مرشوش بالسميد. بالسينوج ولا لا بالسينوج والسميد. هذاك هو الخبز نتاعنا نقولوا خبز قروين وقت يجي الخبز العالي خبز الصينيه خبز الصينيه العالي هذاك ها نحكي عليها تجي كبيره اكبر من اشيح ماشي حتى نحكي عليها انا كبيره شويه خبز اللي شو تسمى الكبيره الخبز هذيك هذيك فما شكون يسميها الخبز عربي. الخبز العربي والا اسم الاخر والله مش نشوفوه وقت يجي من برا قروين يقول لك خبز القروين خبز القروين هذاك خبز العياد هذاك يقولوا له خبز ايوا خبز العياد حيت نتاع ناخذوه في العيد للملوخيه وللخيبيه باهي ونجيو توا عاد النوع معروف اخر في القروين يقولوا له خبز العراسه ولا خبز دار العرس خبز دار العرس صحيح 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 هذا فيها كديبول وكل شيء وعنده تسميات اخرى الله يهديهم الزبده ما يسالش ما يسالش قلنا الخبز هذا يقدوه في العروسات والطهورات والفروحات وياكلوا به مرقه سبيسيال تسمى المرقه هذه مرقه دار العرس دار العرس تتعمل بالحم الغنم اللي هو العلوش شنو والبصل والحمص صحيح والمعدنوس انا في بالي يا معدنوس دار العرس يا معدنوس ما فيش معدنوس ديما نقولها والله ديما نقولهم اعملوا لي مرقه دار العرس وسخيله ما باش نبداوها الحين قلت لكم جينا ما فيش لا كتاب لا قواعد لا اللي يحب يحط 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 كلام معقول شيف معقول جدا اي نور توا باش نجيو للملاوي ومشتقاتها والدنيا وكذا فهمتني نجيو توا للرقاق نحكيو على الرقاق كنهار تذكروش وقت جبدنا قلنا الرقاق وكذا فهمتني ثم روايتين على الرقاق ثم شكون يقول اصله من توزر وثم شكون يقول اصله من الكاف الرقيق يشبه للملاوي تلقى فيه برشا ورق يبدا مخدوم هكا اطباق اطباق كيما المريش كيما المريش وفي الكيف يعيطولو فطاير كافيه فطاير كافيه ليه في صفاقس توا نرجع بكم شعره لصفاقس نلقاو نوع متاع خبز اسمه المبسوطه ولا المبسوط انا تو مبسوطه بجد معناها كنلقى خبز تفتني والله الخبز هذا يتقد بسميد ويزينوه من فوق بالسينوج والجلجلات
تلقى فيه معناها إذا كان لقيت فيه جلجلان وسميد ومرشوش فوقه راهو هذا خبز اسمه المبسوط وإلا المبسوطة. المبسوطة بيه اللي هذي الخبز هذي وين كانوا يطيبوه؟ كانوا يطيبوه في الطاجين. في الطاجين بيه في صفاق الزيدة فما خبز آخر اسمه الفيف الشيش. وعادة الخبز هذا يستعملوه الصفاقسية في المطاعم في الريستورونات. بيه توا الملاوي ولا المطبقة ولا خبز بالشحم ولا خبز فطير كيما يسميوه في جندوبة هو ذي طبعا المطبقة. بيه المطبقة يا سيدي ما يخفش علينا معناها يقولوا أصلها من الجنوب وفي توزر تتسمى المحجوبة تو كان توزر وحدها تسميها المحجوبة. المحجوب واضح كان الجنوب الكل يسميها المطبقة وفي توزر يسميها المحجوبة. المحجوب خبز المبسس أنا مش أحكي لكم على خبز المبسس خطر عندي مع علاقة خبز تحب. علاقة تحب مش الوالدة ربي يفضلها الله يفضلها هذي الخبز يتعمل في الدار هذي تخدم فك الغني خبز يتخدم بالسميد البات متاعه تبدأ هكا الصورة بتاعها قدكة يتخدم بالسكر والسميد وكل شيء ويتعجن وكل شيء ويتقد ويتحط وكل شيء بعد كل صباح يتقسم هكا يتحط هكا مثلثات مثلثات وتفطر به الصباح تعديه بالقهوة تعديه بالجو يكون كلها براج صحيح هاوكا ديجا التسمية نتاعو هو البراج هو البراج لكن هو التسمية الصحيحة نتاعو هي خبز المبسس هذاك الخبز المبسس ساعات تو يجيو يقولوا لك الخبز العالي الكبير هو الخبز المبسس هذه الخبز المبسس صح صح هذه هي قلنا عادة يفطروا به الصباح مع قهيوة ويطيبوه برشا في الطاجين ولا الغني توا خبز الشعير بطبيعة من غير نقول لكم خبز الشعير نعرفوه توا خبز العيد اللي يقولوا له خبز الملة اللي خبز العيد هو كل خبز الكبير اللي قلنا حكينا عليه بكري اللي قلت لي شنو يتسمى يا نور به توا خبز الملة شكون ما يعرفش خبز الملة اللي موجود في المناطق الصحراوية امين خبز الملة اكل يطيب في الرمل يحفروا له حفرة ويشعلوا فيه الحطب وكيف يولي ويردموه تحت الرماد هذاك وكي التراب السخونة هي اللي تطيب الخبز والرمل السخون هو اللي يطيبه ما نطولش عليكم ان شاء الله تكون عجبتكم الريشيرش الصغرونة هذه على الخبز لا والله يعطيك الصحة امتعتنا ابهرتنا عملت بينا دورة في الولاية كاملة ولاية تونس كلها ان شاء الله تكون عجبتكم وانا بالمناسبة هذه حبيت انا راني محضرها من قبل راو جبتنا الخبز ولا الساعة شفت الحق عايشنا هكا في بنا وفي لذة وفي وعطيتنا بالحق كل منطقة ورتالة حتى في الخبز حتى الخبز راه غيال ما هو قوت الناس الكل هو يعني اليومي متاعنا كل بلاصة وعندها حكايتها مع الخبز وعندها الجو متاعها مع الخبز أو حاجة بينا باشا يقعد زدا خبزنا القيرمان يعني حاجة بنينا باشا يعطيك صحة بالحق حمزة على اللمحة هذه اللي يعطيتها لنا الكبيرة باشا على الخبز في صندوق عجب صندوق عجب صندوق عجب يلا مكملين معاكم دائما واحنا باش نكملوا مع الصلاح ونكملوا اكيد مع الغبغيك المشهوره مع الحكايات والروايات يعطيكم الصحه على الناس اللي قاعده تتفاعل معنا على الباج فيسبوك نسلموا عليكم برشا ان شاء الله كنلقاو حتى وقت باش نشكركم ولكن سينو ماشيين الامثال الشعبيه تتويت في مع المصري مع المصري وتوا وقيت مع المصري صراحة ديما يشوقنا للحكاية وللأمثلة الشعبية ألوغ البارح كانت اللطفة عليكم الستين نيلة ولا ستين دهية ستين دهية عاوزة ولا يا لطيف حمزة اليوم والله تفوق على نفسه يعني والشيف ما شاء الله يعني الكسكسي يعني لازم إن شاء الله أعمله على إذن الشيف إن شاء الله يلا ندخل في الموضوع على طول ما فيش نيلة يا لطيف أيوة. دايما النصيحة بتبقى من ذهب وكل واحد فينا محتاج للناس اللي عندهم خبرة وحكمة علشان ناخد منهم النصيحة وفي ناس بتقبل النصيحة وناس بتشوف نفسها ان هي اكبر من النصيحة صح. فبالتالي المثل بتاعنا قصته جميلة جدا المثل اسمه النصيحة بجمل النصيحة بجمل يعني ايه النصيحة بجمل كان يا ما كان في واحد كان فقير جدا وضاقت بيه سبل العيش لدرجة ان الراجل ده ما كانش عنده فلوس ولا كان عنده خدمة ولا عنده اي حاجة فقرر ان هو يسافر
لبلد تانية يتكسب ويخدم فيها ويشتغل ويرجع لفلوس بأهله وزوجته وابنه اللي سايبهم لوحده. فالمهم نكلم أهله وكلم أهل بيته، فقرر إن هو يسافر فسافر. راح لبلد تانية، البلد دي كان فيها أحد التجار، التجار ده كان مشهور بالكرم وكان مشهور بالضيف بأن هو يكرم الضيف. فأقام عنده 3 أيام، وبعد 3 أيام سأله التاجر قال له يعني ما حاجتك، أنت جاي ليه وعاوز إيه؟ قال له والله أنا سبت البلد بتاعتي وجيت للبلد بتاعتكم علشان خاطر أقدر أشوف شغل، علشان أقدر أصرف على أهلي وأقدر أصرف على زوجتي. قال له طب لو تحب تشتغل عندي، أنا عندي إبل وعندي ماشية، ارعى الإبل والماشية وبعد كده خد فلوس اللي أنت عاوزها وبعت فلوس لأهلك. وكان عنده مضيفة صغيرة بيقدم فيها أكل وبيقدم فيها قهوة للناس، فأيضا اشتغل فيها خادم. فمرت الأيام ومرت السنين، لما عدى أكتر من 20 سنة، فرجل اشتاق لأهله وحب إن هو يروح يعمل زيارة لأهله، فطلب من التاجر ده إن هو يمشي. فالتاجر طبعا صارت بينه وبين الرجل ده عشرة كبيرة جدا، فما حبش يسيبه. فقال له أنا مش عاوز أسيبك، لكن مضطر علشان خاطر أهلك، وأكيد أنت اشتقت لهم هم اشتقوا لك، لكن وانت ماشي لك عندي مكافأة، خد ما شئت من الماشية والإبل، وبعد كده إيه، وبعد كده روح طمن على أهلك وارجع تاني. قال له تمام خلاص ماشي. فمشي الراجل، وبعد ما مشي مسافة طويلة في الصحراء رأى شاف شيخ جالس في خيمة على الطريق، فقال له انت يعني، قال له السلام عليكم ايها الشيخ. قال له عليكم السلام. قال له انت ايه اللي مقعدك في الصحراء لوحدك في الخيمة دي، بتعمل ايه هنا لوحدك؟ قال له انا تاجر. قال له تاجر ايه التجارة اللي انت بتتاجرها؟ قال له انا تاجر نصائح. قال له يعني ايه تاجر نصائح؟ قال له يعني ببيع نصائح، والنصيحة اللي ببيعها باخد مقابلها جمل. فالراجل اتعجب، قال له يعني النصيحة بجمل؟ ده النصيحة بتاعتك غالية جدا. قال له هو كده. فقال له طب تقدر تديني نصيحة وانا هدي لك مقابلها جمل؟ فالشيخ قال له، إذا طلع سهيل لا تأمن للسيل. فالراجل اتعجب، قال له احنا ايه دخلنا بسهيل في الصحراء والجو الحر ده؟ وسهيل ده كان هو نجم موجود في السماء، كان العرب قديما لما يشوفوا النجم ده طالع في السماء، كانوا يعرفوا ان في مطر شديد هينزل. فالمهم قاله طب انا ماله مال سهيل؟ فالمهم قاله خلاص خد الجمل. قاله ما عندكش نصيحة تانية؟ قاله خد نصيحة تانية. قاله ايه؟ قاله لا تأمن لابو عيون زرق واسنان فرق. قاله طب انا ماله مال ابو عيون زرق؟ ايه النصايح بتاعتك اللي ما فيش فيها فايدة دي؟ خد جمل يا عم كمان. قاله يلا خد كمان جمل تالت واديني كمان نصيحة علشان تبقى كملت يعني، ولا نصيحة فيهم بتنفعني. قاله النصيحة التالتة، نام على ندم ولا تنام على الدم. فالراجل قال له ولا نصيحة نفعتني، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قال له خلاص خد التلات نصايح وابقى افتكرني بيهم، وهات التلات جمال. طبعا المسافة اللي كان هيقطعها الراجل من مكان خدمته للدار عنده كان بياخدها سيرا على الاقدام في قافلة، فكان بتاخد اسابيع. فالراجل بعد عدة ايام هو ماشي في الصحراء مع التعب والحر نسي النصايح بتاعته. فهو ماشي في يوم من الايام في الصحراء لقى خيمة منصوبة ولقى بعض البيوت حواليها، قال لهم السلام عليكم، ممكن تضيفوني؟ فقالوا له اتفضل مرحبا بك. فبعد تاني يوم شاف هو نايم كده قدام الخيمة بتاعته، شاف نجم طلع في السماء، ده نجم سهيل. فالراجل جري بسرعة راح صحى الناس، قال لهم النجم ده دلالة على ان في سيول هتنزل علينا هنا، فانا يعني تعالوا نطلع وخدوا يعني امتعتكم وخدوا الحاجة بتاعتكم وطلعوا فوق تبة. قالوا له انت مجنون، احنا في عز الحر وفي وقت الحر والصيف، مطر ايه اللي هيجي؟ فهو افتكر ايه بقى؟ افتكر النصيحة بتاعت الراجل الا اذا طلع سهيل لا تامل للسيل. قال لهم والله انا واخد النصيحه دي بجمل، فمستحيل ان انا اتخلى عنها. فخد الماشيه والابل بتاعته وبسرعه طلع. فين طلع؟ على الجبل فوق. فجت الرعد والبرق وجا سيول من الامطار، جرفت المباني وجرفت البيوت وجرفت الخيام بتاعتهم والناس اتشردت. ده اول نصيحه كان مقابلها جمل. تاني نصيحه اللي هي بتاعت عدت الايام برضو وهو ماشي، راح لقى بيت في قلب الصحراء، فراح لواحد لقى هناك قال له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال له انا ضيف، ممكن تقبل ضيافتي في الليل وهمشي الصباح؟ قال له تمام. فالراجل يعني الراجل ده فضل يتودد ليه جدا، لدرجه ان هو الراجل قال الراجل ده بيتودد ليا وعاوز يكرمني بطريقه كبيره، يعني المبالغه في الحاجه بتقلق الواحد. فشاف عينيه لقى عينيه زرقاء، وشاف سنانه لقى اسنانه فيها متفرقه عن بعضها. فافتكر النصيحه الثانيه، قال له لا تامل لابو عيون زرق واسنان فرق. فالراجل ايه خاف ينام لوحده في البيت، فقال له طب اسمعني، انا هطلع انام بره قدام الخيمه او قدام البيت بتاعك علشان الماشيه بتاعتي وعلشان الابل احرسها لا يجي ذئب ولا حاجه. الراجل قال له تمام ماشي. الراجل راح حط المكان اللي بينام فيه، حط فيه حجره وغطاها، وراح استخبى في مكان تاني علشان يشوف الراجل ده هيعمل فيه ايه. فالراجل التاني كان طماع،
تمام، لانه كان رجل حرامي. فقام جاي طالع جايب السيف الرجل الثاني، وقام جاي ضارب، بس ضربت السيف جت على الصخره. بيلتفت وراه لقى الرجل اللي هو صاحب الجمال، قال له انت رايح مني فين؟ ده النصيحه بجمل، ده انا واخد النصيحه دي بجمل، وضربت سيف وقام جاي مموته. دي النصيحه الثانيه. وخد الابل والمشيه بتاعته، وعدت الايام وعدت الاسابيع ووصل للبلد بتاعته. المهم اول ما دخل البيت، دخل لقى واحد نايم في الدار غريب، لقى زوجته نايمه جوه ولقى واحد نايم جوه في البيت. فالراجل جه يطلع السيف بتاعه علشان يقتل الراجل ده، فتفتكر النصيحه الثالثه للشيخ اللي هو بات على الندم ولا تبات على الدم، يعني نام على الندم ولا تنام على الدم. فالراجل قال ايه، انا مش هقتله، لازم اكيد النصيحه دي وراها سر. طلع نام بره الدار، وهو قايم الصبح الناس شافوه رحبوا بيه وكل حاجه والحمد لله على السلامه، وربط المشيه بتاعته ودخل لقى الطفل، لقى الراجل اللي كان نايم ده مين؟ ابنه. فالراجل اتعجب، فقام جه واخد ابنه بالحضن وقال له كنت ان اقتلك البارحه، يعني انا كنت هموتك امبارح، لكن لولا نصايح الشيخ، ما هو سابهم 20 سنه وما توقعش ان ابنه هيكبر بالطريقه دي، تمام، لولا نصايح الشيخ اللي اداله كل نصيحه جمل كنت قتلتك. ففعلا نصايح الشيخ كل نصيحه تساوي اكثر من جمل. فدي كانت القصه بتاعت كل نصيحه بجمل. انا مراعاه للوقت بس يعني قلتها بسرعه كده، بس اهم حاجه يكون المضمون وصل ليكم، وصل للساده المستمعين، ان كل نصيحه بجمل. وكنت في النهايه بمناسبه ليله النصف من شعبان، مش عارف بسرعه بس كده، في ليله النصف من رمضان بسرعه بس كده، في دعاء عاوزين نقوله للدعاء ده الرسول عليه الصلاه والسلام، ثواب الدعاء ده من دعا به في ليله النصف من رمضان قضى الله به 80 حاجه من حوائج الدنيا و20 حاجه من حوائج الاخره، وبنى له قصرا في الجنه، اللي هو اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهنا فيه عن نومه الغافلين، اللهم قربنا فيه الى مرضاتك، وجنبنا فيه سخطك ونقماتك، ووفقنا فيه لقراءة اياتك، اللهم ارزقنا فيه طاعة العابدين، واشرح فيه صدورنا بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكل عام وانتم بخير. الله يخليك يا سيدي، يعطيك الصحة على هالدعاء الجميل الحقيقة اللي نس كل هكا يعني كنا معاك فيه، يعطيك الصحة صراحة اللي دائما معانا. سينو وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما نكملوا عنا تيراج أو سور، لازمنا عنا غانيون نعلنوا عليه. خلت لنا كلبول سي حمزة بشير، مش ساعتين حل تشانشينا اليوم، حل تشانشينا لو مو عندكم. ترى شكون يعطيني حل تشانشينا اليوم؟ بديتي يعطيك الصحة، طلعها المعلم، طلعها عاوز يجري. لا 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 هات وفرك، هو بقى يغل خلاص، سيبوني في حالي بقى. اليوم امين اعطينا وريقه الكانيون اللي باش يربح معانا، شد مليح الشيخ، شد شد من اداء الفريقي جاي زي ما اكيد هذوما الناس كل اللي دخلت معانا نعاود نذكروا قبل ما نحل باش نقسم بالشطر. يلا نقسم بالشطر حقك. بسم الله اكيد عنا سيدي احمد ترميش، ترميش تراه نوريه في الكاميرا، شوف لا الكاميرا نتاعي انا لا ولا نتاعك الكاميرا نتاعي لا. احمد كان يسمع فينا، ولا مبروك عليه، نجم ياخذ يجي ويسلم الكادو نتاعو اكيد في المقر الاذاعه. ومرحبا بالناس الكل، شكر كبير للناس اللي تفاعلت معنا، شكر كبير للناس الكل اللي كنتوا معنا ودائما في الاستماع. ان غران ميرسي ليكيب الكل، قبل كل شيء ساعه شكر كبير لتوكال اللي دائما املت لنا الحصه، ان غران ميرسي زاده المدام شهله بالقاسم اللي امنت لنا كويفر ديزاين هالحاس الحلو اللي تراو فيه وفي الديكوراسيون، اكيد مدام شهره تلقاوها في القريه الحرفيه. ان غران ميرسي ايضا لفارما سيرين اللي امنت لنا لي كادو سينو، تحيه كبيره ليكيب الكل زايده اللي امنت لكم الحصه اليوم، زميلتنا انس، زميلنا سهيل، زميلنا الشيكر، زميلنا احمد المخلوفي، الزملاء زميلنا حمزه بالشيخ يعطيك الصحه، صلاح يعطيك الصحه، زميلنا امين الرميح الشيف الماكله لبنينا، ايضا احمد سيف امين الناس كل اللي امنت الحصه لليوم. كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو، ان شاء الله نتلقى معكم في الاسبوع القادم في نفس التوقيت، تصحوا على الف خير. الجو معنا ياسر مزيان،
انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكية وتشنشينة ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام رمضان على الحياة فام بنا أخرى.